كلمة تنوير معناها ببساطة جدا هو إلقاء الضوء على العقل. نبدأ حركة التنوير إزاي في مصر دلوقتي حالا؟ حالا يبقى لازم مجموعة حوارات وزارة الثقافة وزارة التعليم وزارة التعليم العالي وزارة السياحة وزارة الآثار مع طلاب المدارس ومع الجامعات، ثم إعادة بناء المسابقات الوطنية في كل المدارس. أنا عايز ألخص مصر الآن في سطور. من الحضانة مش حافظ آية ولا اتنين ولا تلاتة يبقى الحضانة دي ما بتعلمش. هذه ليست ندوة لحزب التجمل، هذه ندوة إن كنت لا تعلمين للحملة الشعبية للتنوير. أنا عايز أعرف إيه اللي حصل بالظبط لما روحت حضرتك امبارح مسجد الحسين في ذكرى يوم عاشوراء. أنا روحت امبارح وعارفة إن هو مقفول بقرار مش من العسكر زي ما بيقولوا، ومش من الرئيس السيسي، لا من الأوقاف. وأنا ما بحملش كلام حكم العسكر وكلام الفاضي اللي بيقولوه المسؤولية على اللي حصل. أنا بقول حاجة أهم، وأنتوا جريدة مالية، إن رأس المال الوهابي الصهيوني هو اللي لعب. احنا بنتفرج عليه عشان نفضل عايشين في الهلس؟ لا، هنحط هنحط قرارات وهنرفعها للمسؤولين. ايه اللي منع التنوير في مصر من وجهة نظر حضرتك؟ لا هو مفيش طبعا، ما اقدرش اقول لك في سبب اساسي، لان ده تراكمي من 30 سنة ان احنا سيبنا الفكر الوهابي والمال الوهابي والمدارس اللي هي المدارس والمناهج المدارس اللي هي تابعة للأزهر. تمام، المدارس طبعا الأزهرية يعني. طبعا المناهج بتاعتها والعلم اللي بتحطه في عقل الأطفال من وهم صغيرين دي حاجة ملهاش أي حل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.